السيدات والسادة أهلا بكم يترقب الأردنيون بحذر وترقب المشهد الإقليمي المحيط بهم فالأنباء عن ضربة أمريكية متوقعة لأهداف سورية محددة ما زالت الحديث الأهم على الساحة الأردنية حديث الأردنيين هذا تنوع بين الخشية من تعرض الأردن إلى هجوم بالأسلحة الكيماوية والسؤال عن مدى استعدادنا لذلك هذا ما أكد عليه الدكتور بلال سكارني العبادي في مقال له منشور على موقع عمون الإلكتروني بعنوان الاردن والضربه العسكريه لسوريا قال في فقرتها الاخيره ان السؤال الذي يطرح على الحكومه الاردنيه اين التحضيرات والاستعدادات الاعلاميه والنفسيه والتعبويه للمواطنين من مخاطر هذه الضربه العسكريه؟ بالاضافه الى توضيح الدور الاردني بما سيحدث من اضرار فيما لو تعرضت الاردن لاي ضربه مباغته من قبل النظام السوري وبالتالي تهيئه الشارع الاردني لطبيعه واهداف هذه الضربه العسكريه وما هو دور الاردن بها؟ وذلك لضمان امن واستقرار الاردن وعدم حدوث ما لا يحمد عقباه الشارع الاردني على هذه وقع الشارع الاردني على هذه الضربات حمى الله الاردن واهله من الشرور القادمه واعانهم على تجاوز هذه الازمه القادمه. ما قاله الدكتور العبادي هو ما يشغل بال القاطنين في المناطق الشماليه من المملكه والذين يلحون على الحكومه بطلب ما يقيهم من اي انعكاسات عسكريه قد تشهدها مناطقهم نتيجه من الحرب المحتمله. نطلب من الحكومة أنه تكون على قدر المسؤولية من الإشي اللي بده يصير يعني توعية للناس توزيع تأمين الناس تأمين الحدود في ناس كثير يعني ناس كثير أول مرة بيسمعوا عن الكيماوي طب إحنا ما بنعرف أنا أنا شخصيا ما بعرف إيش أعمل إذا صارت ضربة للسورية ما بعرف شو أعمل لا أهرب لا أتخبى أنزل تحت عقبه ولا فوق في ناس بقول لك سطح بس نطلب من الحكومة يعني تعطينا تطمنا توعينا إعلاميا يعني أمننا المنطقة الحدودية اللي بيننا وبين سوريا مشان ما يدخلوش أول شيء مثلا الإرهابية بيدخلوا عندنا فلول النظام السوري اللي ممكن يعني أكثر مرة سمعناهم بيهددوا الأردن وبيهددوا أمن الأردن وفي عندنا خلايا على أساس أنه نائمة ممكن هم كمان اللي فعلوها وعندنا هون ويضروا منطقة إربد توعية اللي هو الشعب الشعب أو الوطن كله كامل بالحفاظ على امن الشعب وتامين لهم مثل ملاجئ اكل بالنسبه للضربه العسكريه او بالنسبه للوضع اللي يحدث يعني بسوريا او الدوله المجاوره احنا على ثقه تامه بجيشنا يعني احنا دوله قويه وعنا قدرات وعنا امكانيات وجيش الاردني قادر على انه يحمي حدوده وقادر على انه يدافع عن نفسه والاردن دوله متقدمه يعني مستوانا العسكري يعني مطمئن الحمد لله وضعنا تمام نطلب من الحكومة أنه الأمن والحماية وبالنسبة للشعب وتوزيع كمامات وكمامات أنا بأمن يعني إذا أنه صار ضربة أنهم يوزعوا كمامات على المواطنين وتأمين الطرق يعني وفتح المخيمات لأنه راح نزوح كثير كبير يعني على الأردن وأنا أول شيء بطلب من الحكومة أنها توقف مع الشعب ما توقف ضده وانه يعني وقفوا مع مصالح الشعب وكل شيء مطالبهم باي شيء ويحمونا ويحموا البلد بمقابل هذه الاراء هناك من يجد ان لا اثار متوقعه على دول الجوار ومنهم الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاتر يرى في مقاله المنشور اليوم بعنوان كيف سيرد نظام بشار وحلفائه الذي قال فيه لا أحد في حالات الحروب يمكنه التكهن بالتفاصيل ولا بتداعيات بشكل كامل لكن ما هو متاح من معطيات لا زال يشير إلى أن النظام وحلفائه لن, يرد لن يردوا لن يرد على هجوم الغربيين بضربات على إسرائيل فضلا عن دول الجوار وأن بدء وأن بدء هذا الأمر في الحالة الأخيرة لا يحتاج لكثير الجرأة كما هي الحال في فيما يخص الرد على الكيان الصهيوني رغم هذا التحليل لان الشارع الاردني يرى ان الاثار حاصله لا محاله. ان لم يكن عسكريا فانها حاصله سياسيا واقتصاديا. بحكم موقعنا محاطين بمجموعه دول كلها فيها تطورات صعبه فبالتالي بنتاثر لكن بنامل انه بفضل حي. قيادتنا الحكيمه ان الوضع يكون افضل وان شاء الله دائما ضمن السيطره، لكن لا شك انه هذا بياثر من ناحيه اقتصاديه من ناحيه سياسيه، شعور الناس تنساش في ترابط عائلي. يا سيدي العزيز نتوقع التاثير يكون على البلد له تاثير كثير من ناحيه الوضع المادي ومن وضع الأعمال ومن من الاشغال ومن الغلاء اللي رايحين نواجهه يعني التفجيرات اللي صارت في خط انابيب النفط بالنسبه للغاز المصري والتفجيرات المستمره هذا بيؤدي الى انقطاع الغاز عن الاردن وعدم توفر هذه السلعه بشكل مناسب اذا ضربت سوريا لا سمح الله يعني احنا كل المواد الغذائيه وملابسنا كله من سوريا فالوضع راح يكون يعني صعب 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 جدا يعني كمواطنين احنا كلها مخططات صهيونيه وامريكيه لتقسيم الوطن العربي وتقتيل المسلمين في جميع الوطن العربي في سوريا من ناحية اقتصادية نعرف أن سوريا هي مخرج الأردن وأن علاقات اقتصادية قوية بين الأردن وسوريا وإغلاق الحدود السورية بوجه الشاحنات الأردنية التي تتوجه إلى تركيا وإلى أوروبا يؤثر كثيرا على الأردن والله يمكن إحنا أكثر بلد نتأثر فيها من اقتصاديا من كل الجوانب يعني من من سوريا من مصر من العراق من تركيا من كل الامور هاي واحنا اكثر بلد متاثرين يعني سياسيا واقتصاديا. كل هذا تزامن بالامس مع رفع اسعار المحروقات حيث رفعت الحكومه اسعار المحروقات ما بين 1.8 بالعشرة الى 2.3 بالعشرة فيما ابقت على سعر اسطوانه الغاز المنزلي وزن 12.5 كيلوغرام عند سعرها البالغ 10 دنانير، ولكن صحيفه الغد اليوميه وجدت في قصه اخباريه للزميله ريهام زيدان ان العديد من المواطنين يترقبون تطورات المواقف السياسيه والعسكريه الاقليميه والدوليه ازاء الضربه المتوقعه خلال ساعات لسوريا، فيما خبى الحديث عن تعديل اسعار المحروقات للشهر الحالي، كما خبت وتيره الانتقادات الدوريه للحكومه. فبينما كانت عيون المواطنين تتجه صوب الاشرطه الاخباريه في القنوات المحليه لمتابعه اسعار النفط العالميه وانعكاسها محليا، فقد انست التطورات المتسارعه للاوضاع في الساحه السوريه الكثير من المواطنين موعد التعديل الشهري لاسعار المحروقات الذي اعلن عنه مساء امس. وسرى البعض وسرى اعتبارا من فجر اليوم. اما في الناحيه السياسيه فان التاكيدات الرسميه تصدر يوميا. بأن الأردن لن يكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد سوريا وأن الأردن ليس جزءا من هذه الحرب المنتظرة وهذا ما أكد عليه الكاتب والمحلل والوزير الأسبق صالح الجلاب في مقالته في صحيفة الرأي اليوم والمعلمنة موقف الأردن واضح ولا تجبروه على غيره حيث قال فيها لقد أكد الأردن على هذا مرات عدة وهو لا يزال يؤكد عليه لكن ومع ذلك فإن هناك تلميحات تصل إلى حد التهديد بأن المدن الأردنية ليست بعيدة عن الصواريخ التي بقيت صامتة أمام احتلال الجولان كل هذه السنوات الطويلة، وهذا يجعلنا نقول أننا سنواصل الحرص على أن لا نكون جزءاً من هذه الحرب المرتقبة وبأي شكل من الأشكال، لكن هذا لا يعني أننا سنصمت على أي تحدٍ لنا وعلى أي استهداف لبلدنا وشعبنا، وهنا فإن المؤكد أن إخوتنا الذين يحكمون القطر الشقيق بالحديد يعرفون أن شعبنا موحد. وعلى قلب رجل واحد هو قائدنا الذي نعتز بقيادته الملك عبد الله بن الحسين، وان جيشنا العربي يتمتع بلياقه قتاليه على مستوى لياقه اهم الجيوش في العالم، وانه يتمتع بشجاعه خبرها هؤلاء الاخوان على ارض حوران وعلى ارض الجوران الحبيب في العام 73. امام هذا وذاك كله فاننا نخصص حلقه هذا اليوم للحديث عن الاثار المترتبه سياسيا واقتصاديا للمشهد الاقليمي عموما والسوري خصوصا على الاردن. وماذا على المواطن الاردني ان يفعل في هذه المرحله وهذا ما سنناقشه مع ضيفينا الوزير الاسبق الدكتور احمد مساعده والكاتب والمحل الاقتصادي الزميل عصام قضماني ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا متابعينا اهلا بكم اذا يسرني ان ارحب بضيفي الكريمين الوزير الاسبق دكتور احمد مسعد اهلا بك شرفتني بحضورك والكاتب والمحلل الاقتصادي الزميل عصام قضماني كيف حالك يا اهلا أسلح. وسهلا يا سيدي دكتور انا سابدا منك حقيقه واحنا بنحكي عن العديد من الاسئله اليوم بتشغل بال المواطن تاكيد رسمي بان الاردن لن يكون له اي علاقه بالحرب التي قد تحدث ضد سوريا المواطن مقتنع تمام الاقتناع انه هذا الكلام غير صحيح وانه قد يكون لنا دور في هذه الحرب رايك ليش ليش كل هالشكوك عند المواطن ليش كل هالقلق في الشارع الاردني يعني اولا المساله السوريه مساله معقده سياسيا واجتماعيا وواضح ان المجتمع الاردني قريب جدا من الحدث ومن حق المواطن الاردني ان يشعر بالقلق سواء على وضعه الخاص او على الوضع العام في في الدوله بشكل عام أنا ما أريد أن أقول أن هذه الحالة الضبابية التي تلف في المشهد قد تكون على الساحة الإقليمية أو المحلية هي حقيقة ليست فقط متعلقة بالحالة المحلية بل هنالك نوع من الضبابية بالمشهد الإقليمي وبالمشهد الدولي لأنه إذا بتلاحظ أيضا مواقف الدول الدولية خاصة الولايات المتحدة وأيضا على الجانب الآخر روسيا بالإضافة إلى المواقف الأوروبية تلفها نوع من الضبابية والغموض هذا كله يلقي بظلال على المشهد المحلي وبالتالي انا اعتقد ان السياسه الاردنيه تلعب الدور بطريقه صحيحه علينا ان نكون حذرين من من يعني من الواضح انه في حاله الغموض والضبابيه الموجوده وان المشهد لم يكتمل بعد بالنسبه لكافه مخرجاته أنه يكون الموقف بهذه بهذه الطريقه انا اعتقد انه كان هنالك تصريحات واضحه من الحكومه الاردنيه بعدم الزج الاردن بهذا النزاع نعم. وهذه تصريحات جيده وموقف جيد وانا اثمنه واعتقد انه في الاتجاه الصحيح وبالتالي على المواطن الاردني ان يشعر بالارتياح على اقل نسبيا في هذه المرحله دون الدخول في حاله من التشكيك والتاويلات والتوقعات في مسائل قد لا تكون واقعيه او صحيحه في في الوقت الراهن عندك تفسير للتشكيك والقلق يعني, يعني والله الحكومه بتحكي لكن دون سيختلف ولن يكون كما تذكر الدولة؟ شوف أستاذ محمد أنا أعتقد هذا التشكيك أو هذا القلق ليس متعلق بالحالة السورية أو المشهد السورية بمقدار تعلقه بالحالة المحلية أعتقد أن هنالك يمكن أزمة متراكمة من الثقة بين المواطن وبين ليس هذه الحكومة فقط بل الحكومات المتعاقبة وأعتقد أنه سببه أنه لم يكن هنالك قد يكون إجراءات جدية أو على درجة من المأمول في ما يتطلبه المواطن او ما يستشعره المواطن واعتقد ان هنالك ايضا جزء من يعني النقص في حاله الشفافيه والمكاشفه والمصارحه قد تكون هنالك يعني نوايا جديه لدى الحكومه لكن في نفس الوقت ايضا قد قد تكون الحكومه مطالب مطلوب منها ان تظهر اكثر على المشهد المحلي وتكون لديها مزيد من المصارحه والمكاشفه مع المواطن الاردني في كافه المسائل فهذه مساله لا اربطها في المشهد السوري بمقدار لا. ما اربطها في مسائل الاخرى متعلقه بالمشهد المحلي كلام جميل استاذ عصام المخاوف كثيره لدى الاردنيين تحديدا في الجانب الاقتصادي وفي التاثير الاقتصادي لضربه عسكريه ضد سوريا اين تبرز هذه الاثار بدايه خصوصا احنا شفنا الاثر الاول كان انخفاض في البورصه ب 400 مليون م. وهل يربط هذا الانخفاض فعلا فقط طبعاً. بموضوع ان هناك حرب ضد سوريا بالتاكيد بس اسمح لي بالبدايه اختطف بعض التعليق السياسي تفضل يا سيدي معالي اول شيء الاردن يعني لا يجب ان نحمل الاردن اكثر من طاقته، يعني هلا اليوم الحكومه عم بتقول انه هي لن تسمح باستخدام اراضيها، واضح انه استخدام اي اراضي في المنطقه لن يتم، يعني مش بحاجه من سيوجه الضربه لا يحتاج الى اراضي، لكن انا اخشى من المطالبات اللي تتجاوز السقف انه احنا يجب ان نمنع ضربه ويجب ان نرفض ويجب قدرات الاردن محدوده في هذا المجال <applause> وقد راينا في العراق كيف تدخل ال 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 الـ الامريكان، وراينا في ليبيا، وراينا مشاهد مختلفه التدخل الامريكي الذي لا يحتاج حتى الى موافقه مجتمع دولي، بمعنى اخر انه اليوم امريكا رايحه على الضربه باتجاه ضرب سوريا بدون تاخذ اذن حتى القوى العظمى مثل روسيا ومثل الصين ومثل هذا، وبالتالي خلينا نحكي بحجم الاردن بامكانياته اللي, اللي اللي ونعطي الاولويه لحمايه بلدنا ونسيج الداخلي من اي تداعيات ومن اي يعني ومن هذه التداعيات من ناس الشائعات او التشكيك او كذا اليوم احنا في المستقبل بحاجه اكثر الى لحمه اكثر لمواجهه التداعيات وليس لمواجهة أو وقف أي اتجاه باتجاه العمليات العسكرية هذا طيب. من ناحية الاقتصادية الأردن أصلا في الأزمة يعني إحنا في عمق الأزمة من بدايتها احنا عمق الازمه من بدايه الربيع العربي الحقيقه مش من بدايه الاحداث السوريه، وان كانت زادت وتفاقمت بسبب الاحداث السوريه لأن الازمه السوريه دوله مجاوره. نعم. والاردن انت تعرف انه سوريا بالنسبه لنا ممر طبيعي الى اوروبا. احنا تاثرنا كان اكثر ضرر واكثر نعم. وضوح. اضف الى ذلك انه كدوله مجاوره للازمه السوريه او لسوريا احنا اكثر مستضيف للاجئين نعم وبالتالي لك ان تقدر حجم الكلف وحجم يعني التي ترتبت على هذا الموضوع اضف يعني فوق الازمه التي يعاني من الاردن ايضا وفوق ايضا الاردن الذي لم يخرج ولم يتعافى بعد من ازمه من تاثيرات الازمه العالميه يعني واضح انه احنا لا نكاد نستفيق من ازمه حتى ندخل في اخرى وهذا للاسف لا يد لنا فيه ولا قوة وبالتالي علينا أن يعني لا نجلس لنطاق الأثر نضع خطط ونحاول أن نحتاط ونقلل قدر الإمكان من الكلفة ونقلل قدر الإمكان من التأثير السلبي الذي يمكن أن يتحقق في هذا المجال لا. بالطبع هناك عناوين يعني موضوع اللاجئين الصحة التعليم البنية التحتية مياه طاقة طرق صرف صحي أيضا مواد غذائية خدمات بلديات كل هذا كل هذه القطاعات والتجارة والصناعة موازنة الدولة انفاق الحكومة عمل القطاع الخاص كله كله سيتأثر الآن، فيه كله فمان. الآن في عمق الأزمة أصلا ومتأثر موجود. أصلا والضربة ستزيد, والضرب ستزيد في ذلك وأنا لا أخشى يعني أنا لا يجب أن أتوقف فقط عند الضربة بحد ذاتها م. تداعيات هذه الضربة ما بعدها يعني اليوم أنت الممر هذا يعني يكاد يكون مصاب بالشلل بالتأكيد يعني خلال الضربة أو بعدها سيتوقف تماما وبالتالي عندنا منفذ حدودي اختنق نعم أضف إلى أنه إحنا أصلا عندنا منافذ حدودية تعاني يعني المنفذ المصري ليس في بأحسن حالاته والمنفذ العراقي أيضا ليس بأفضل حالته يعني نحن نراقب ما يجري بالعراق أيضا ونعبر عن مخاوفنا تجاه هذا الكلام كله المنافذ الحدودية الآن حول الأردن إن لم تكن مخنوقة هي الآن في طريقها لأن تخنق يعني تختنق او تخنق لكن اهم ممر هو الممر السوري لسبب بسيط انه هو صله الصلة صله الربط بين وبين تركيا واوروبا وبين لبنان تحديدا الصادرات الزراعيه الأردنية حوالي 420 مليون دينار بالسنة إلى 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 هذه الدول تمر بأقل الكلف عبر الممر السوري اليوم هي ستحرم من هذا الممر وبالتالي نحن يعني سنتعرض لارتفاع كلف، هناك عناوين اقتصادية كثيرة يمكن الحديث حولها راح نحكي عنها تفصيلا اسمح لا. لي أثناء حوارنا لكن بدي أرجع لك دكتور أحمد وأرجع للسؤال المركزي والسؤال الرئيسي ضربة سوريا بين استهداف حرب في في المنطقه تشن على سوريا الى قصف اهداف الى اهداف ما يسمى بالاهداف المحدوده كل هذا الحكي يعني تغير في في مراحل الحديث حول ضربه سوريا تفسيرك لكل هذا هل فعلا هناك في سؤال كمان بيشغل بال الناس في ضربه فيش ضربه بدهم يضربوها يعني هذا الموضوع بات يحيرنا جميعا صراحه حقيقه انا مش معني اني انه ندخل في في جدليه في ضربه ولا ما فيش ضربه يعني أنا يعني بسمع وجهة نظرك ما مش 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 ليس, ليس ليس هذا هو اللي يمكن الموضوع الأساسي، أنا من وجهة نظري أعتقد أن هنالك قرار أمريكي أمريكي بتوجيه الضربة لسوريا، لكن قبل ذلك يجب أن نسأل أنفسنا لماذا؟ هذا السؤال المهم، لماذا الآن؟ لماذا في هذه المرحلة؟ ماذا يعني ذلك؟ ماذا يؤدي ذلك سواء على المشهد السوري أو على المشهد الإقليمي وبالمحصلة طبعًا على المشهد الأردني وتداعياته استاذ الكريم هذه الازمه السوريه عبرت في ثلاث مراحل مهمه عبرت اولا في مرحله تقسيم سوريا عبر بوابه باب عمرو المرحله الثانيه عبرت في ضرب وتقسيم الجيش السوري عبر نقل المعركه الى ضرب خليه الازمه في دمشق المرحله الثالثه ايضا اللي هي كنا نراها من من خلال التلويح بالحرب الاقليميه وهي مرحله حلب اليوم نحن نمر بالمرحلة الرابعة م. المرحلة الرابعة هي تلويح أمريكي بالحرب العالمية أنا أتحدث بدقة تلويح أمريكي بالحرب العالمية م. ماذا يعني ذلك يعني ذلك أن الولايات المتحدة نتيجة حالة من الفشل في تحقيق النتيجة التي تريدها بسوريا على مدار سنتين سابقتين سواء لجهات تحقيق أي مكاسب على الأرض قلب معادلة موازين القوى محاولة خنق حزب الله وإدخالها في المحور الدولي على سبيل المثال المعادلة الدولية اختلاط الأوراق فيما يسمى يسمى بالتنظيمات الإرهابية على الأرض وتفريخ هذه التنظيمات بشكل كبير لا. فشل نوعا ما حلفاء سوريا في المنطقة في احداث اه اه اختراق حقيقي في المشهد السوري ووصولا إلى حل هذه الأزمة كل هذه الأمور إضافة إلى أن هنالك تشكيك في قوة الولايات المتحدة وإمكانية دخولها في عملية عسكرية جديدة إضافة إلى حالة إنهاء القطبية الأحادية التي كنا نعيشها والآن يوجد لديك أقطاب أخرى وتشكيل محور معادي جدا للولايات المتحدة مكون من روسيا وإيران وسوريا والآخرين كل هذه المشاهد أو كل هذه المفاصل ادت اليوم بالاضافه الى انتهاء نوعا ما الحاله الاسلاميه في مصر وحاله لانه كان هنالك نوع من الخوف من التشبيك الاسلامي بين سوريا وبين مصر، هذه الحاله ايضا وانها انتهت الان في مصر، الان اتت في اللاعب الامريكي الى مرحله عنق الزجاجه يريد ان ينهي الازمه السوريه باي طريقه. كيف ينهي الازمه السوريه؟ لابد من الحل السياسي. لذلك التلويح بالضربه العسكريه والتي ستأتي. آآ آآ هذا الهدف منه ليس فقط الضربة العسكرية بحد ذاتها، لكن الهدف منه هو جر الجانب السوري الى طاوله المفاوضات لاجل انهاء الصراع في سوريا وبالتالي اي جانب سوريا؟ الجانب السوري يريد الرسمي ان الرسمي جنيف الر... 2 وافق عليه الجانب لا, لا لا هو يوافق ويماطل يوافق ويماطل وتلاحظ ايضا ان هنالك على آه على مدار الاشهر الماضيه حتى عدم تعاطي جدي من قبل الحليف الروسي مع الولايات المتحده ومحاوله اقناع الجانب السوري بضروره الحل اضافه الى الاسباب الاخرى التي تحدثت عنها ان الولايات المتحده لم تستطع ان تحقق شيئا حقيقيا في المشهد السوري الآن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تدفع ثمن مراوحة هذا الواقع لما هو عليه الآن لا بد من إنهاء هذه الأزمة والإنهاء طبعا بالمحصلة وكما كما يقول وزير خارجية الولايات المتحدة يعترف ويقول هنالك ضربة لكن نحن نعرف أنه لا بد من الحل السياسي لهذه الأزمة حتى تستطيع أن تقنع دمشق بأن تذهب إلى الحل السياسي لا. وتذهب بعد أن تم إنهاكها على مدار عامين ماضيين حقيقة هي ذات المرحلة إذا جاز للتعبير التي تعرض لها النظام العراقي السابق على مدار عشر سنوات فلذلك لابد من الزج في دمشق إلى طاولة المفاوضات أو إلى هذه إلى إلى هذه الحالة السياسية بعد أن تم إنهاكها وهنا أعتقد أنه الإشارة بالتلويح بحرب عالمية وكان هنالك نوع من الدغدغة الروسية للموقف الامريكي اذا لاحظت على مدار الاسبوع الماضي روسيا قالت بما يعني انه نحن نعرف ان الولايات المتحده تستطيع ان تحسم عسكريا لكن 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 بكل الاحوال هذا الحديث كلياته هدفه هو ان تجلب سوريا الى او الجانب السوري الرسمي الى طاوله المفاوضات لذلك هنالك رسالتين من هذه التلوية الرساله الاولى على الصعيد الدولي ان الولايات المتحده توجه رساله واضحه الى الحليف الروسي بانه ان اوان الحل وعلى روسيا ان تستخدم كل, قوة كل قوتها من اجل الضغط على دمشق من اجل الجلوس الى طاوله المفاوضات واعتقد أن هذه طبعا هي مدعاه الى التفكير بالنظام السوري الجديد الان هنالك رساله اخرى ايضا داخليه من خلال التلويح بالضربه العسكريه هي موجهه الى المؤسسه العسكريه السورية. السوريه. وهذه الرساله تقول من قبل الولايات المتحده بان على هذه المؤسسه ان تتعاطى بجديه مع المطالب الامريكيه، وهنا هذه هذا التعاطي يكون ايضا من خلال التفكير بشكل النظام السوري الجديد، ضمن ضمن اطار طبعا المعادله العسكريه السوريه لانه الجيش العربي السوري مساله مهمه وانا برايي ايضا بشخص بي بي بفلسفتي على الاقل السياسيه اعتقد انه ايضا لابد من المحافظه على الجيش العربي السوري وحمايه هذا وحمايه هذا 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 المكون في آه في في واضح طيب استاذ عصام انت ذكرت عدد من الملفات الاقتصاديه الهامه كان ابرزها ملف اللاجئين وهناك ايضا الحديث حول ملف المياه يعني احنا اصلا بنعاني من جانب السوري طيب. في موضوع حزب سد الوحده، وانت لا. عندك تعقيب على الجانب السياسي؟ لا انا ما عنديش تعقيب عندي بالعكس طيب. طيب اعطيني بس, بس قضيتين والمياه يعني تفضل موضوع السياسي يعني هو ضبابي مثل ما تفضل يعني لا يمكن ان ان يقرا، القرار الامريكي بالذهاب الى الضربه يعني واضح انه هناك ضربه، طيب. لكن حجمها وحدودها وتاثيراتها هذا غير معروف، لكن بالنسبه لنا في الاردن خلينا نرسم خارطه يعني الاردن منذ تاثر بالازمه السوريه تاثر في اتجاهين الاتجاه الاول اثر مباشر اقتصادي وسياسي الاتجاه الثاني او الاثر الثاني اثار نفسيه مم. يعني آه والاثار النفسيه اكثر ضرر قد تكون من الاثار المباشره الماديه لانه الاثار المباشره الماديه آه يمكن تحديدها ويمكن قراءتها ويمكن تحوط لها طيب. يعني انا بطلع بشوف المي بشوف الكهرباء ممكن اني اتحوط وحاول اني اتصدى لهي الازمات التي يمكن, يمكن ان تنشا لكن الاثار النفسيه هي الأسوأ وبرجع مرة ثانية للتحليلات السياسية والشائعات والأثر و وبالتالي قرأنا مبكرا الأثر النفسي في البورصة أنت حكيت قبل شوي أنه 400 مليون طب هذا, هذا, أثر نفسي باعتبار أثر نفسي أيضا حالة الترقب الداخلي في ضربه فيش ضربه شو بدنا نسوي قد يتاثر الاردن قد لا يتاثر الاردن سيضرب الاردن ممكن النظام السوري يوجه صواريخ الاثر النفسي هذا هو هو المعطل الحقيقي للحركه الاقتصاديه في الاردن لذلك يمكن ان تلاحظ أن التجاره المحليه تصاب بشلل انه الاستثمار يصاب بشلل مماثل اصحاب رؤوس الاموال يعني قرروا مبكرا التريث خلاص اليوم هم عم يترقبوا الى ماذا ستؤدي اليه الحاله لكن الخشيه واستمرارها يعني استمرار آه هذه التداعيات ما بعد الضربه وهذا اثره يعني اسوء من الاثار الحاليه يعني انا عندي مشاكل مياه صحيح عندي مشاكل طاقه وكهرباء وهي عم بيجيني دعم من المجتمعات الدوليه عم بقدر اسكر جزء منها لكن التداعيات اذا استمرت ل 10 او عشرين سنه حسب التوقعات فيما بعد في حال سقوط مباشر يعني فوري للنظام السوري طيب. بالتالي هاي التداعيات الاقتصاديه هاي سيئه جدا لا يستطيع الاردن ان يتحملها لكن ولا يمكن له ان يتحملها لانها مستمره من ناحيه لكن احنا اسمح لكن احنا طبع. لا نزال نشكو من قضيه اللاجئين. انا يعني ساتناول هذا الموضوع فضل. لكن أرجوك. انا عم بحكي عن رؤية المستقبليه م. اليوم لازم احنا نجلس نفكر انه انه مش لو تمت الضربه شو بدنا نعمل آه في لحظه آه آه اجواء هذه هذه العمليات العسكريه يجب ان نفكر على الاقل لمدايات بعيده كيف يمكن ان يتعاطى الاقتصاد الاردني والاردن مع تداعيات ما بعد ذلك، ما بعد مثلا الخيارات، ما بعد نظام سقوط نظام بشار، بقائه، يجب ان نضع خيارات استمرار الازمه يعني تطويل امدها، يعني هل يمكن للاردن ان يتحمل 10 سنوات اخرى من التعقيدات او من احنا مش متحملين هل متحملين اقتصاديا الحاله حاليا؟ يعني انا 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 اخشى انه انه هذه الازمه وغيرها من الازمات حولت يعني افشلت الخطط وبالتالي حولتنا من مدير لقراءة المستقبل والتخطيط إلى مدير أزمة مدير الأزمة أنت بتعرف يضع حلول لأزمة آلية آنية حاليا يعني يستطيع أن يوائم بين حاجتنا للمياه حاجتنا للطاقة حاجتنا للمواد الغذائية لكن أنا أطالب بنظرة أكثر شمولية أنه لو هاي الأزمة امتدت لعشر سنوات ماذا لدينا من خطط لمواجهة تداعياتها في عشر هل ترى أن لدينا خطط بنعم أجل. أنا لا أعتقد لأنه إحنا لسه مندير يعني إحنا عم مندير أزمة آنيه، التحوط يحتاج الى استراتيجيات اكبر ولا خيارات، يعني احنا ما ما في عندنا بالاردن للاسف الشديد باستثناء طبعا خزان الحكومه للتفكير، ما في عندنا مراكز دراسات قادره انها تعطينا خيارات وتضع سيناريوهات واستراتيجيات وبالتالي الحكومة. يعني خزان التفكير تبع الحكومه اللي هو هو <applause> 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 الخزان يعني اه الحكومه وعن هي وعن. التي تضع الخطط وبالتالي طيب. اه، لكن احنا بحاجه لمن يعطينا يعني من يضع سيناريوهات اللي انا حكيت عنها قبل شوي اللي هي طب اليوم صارت ضربه سقط بشار او نظام النظام في, في سوريا ماذا لدينا من استراتيجيات للتعامل مع التداعيات الاقتصادية استمرار الحرب الاهلية اسمح لي بس استمرار الحرب الاهلية لعشر سنوات بعد سقوط النظام يعني ممكن انها تنشأ حرب أهلية من نوع مختلف بعد سقوط النظام م. بالتالي تعاملنا مع هذا الشلل في المنطقة كيف سيكون وانا حكيت لك قبل شوي انه هذا ممر حيوي, حيوي. حيوي. هذا جار وممكن يعني تجربتنا أه مع مصر في هذا الجانب خير دليل انقطع الغاز المصري ظهر آه انه ما عندنا يعني اي دراسات صحيح اي صحيح اي صحيح اي اي خطه وبتالي بديله وبالتالي وبالتالي الان الاوان أن أن نفكر بالبدائل والخطط البديله بواقعيه طيب وبجديه بعيدا عن نعم الـ نعم الـ الحديث الغير موضوعي طيب في نعم في بعض التعليقات والاراء عبر التويتر وعبر الفيسبوك راح اشارككم في اياد عبر تويتر بسال سؤال بسيط اليوم الجيش انا بثقه انه جاهز بس هل الحكومه جاهزه للانعكاس الاقتصادي على الموضوع ولا لا تزال معولة على جيبة الشعب وهذا خزان الحكومة في التفكير اللي انت أشرت له رائد خرسات يسأل لماذا لا تقدم الحكومة أي معلومات أو أخبار أو أي تصريح حول الحرب القادمة لماذا دائما المواطن في دائرة ما عندهم دائرة مظلمة منى علي عليان تسأل في حال قامت الحرب ألا يوجد خوف من أن يقوم الأسد بضرب عمان يعني ممكن هاي التعليقات هاي الاراء تعكس أكيد طبعًا. التفكير الاردني اليوم أكيد. ودكتور احمد اليوم الحديث انه هناك حديث عن اثار كيماويه، قلق من ضرب عمان مثلا، وهي تذكر منى عليان وهنا الاتهام الرسمي للحكومه بان الحكومه مقصره. دول جوار وزعت اقنعه واخذت احتياطات امنيه ولاجئي وملاجئ وتحت الارض، احنا يعني نتحدث فقط في الإعلام أن جاهزون مستعدون بينما المواطن لا يرى على أرض الواقع تذنف تحديداً في المناطق الشمالية أي إجراءات على أرض الواقع ليس هناك تثقيف حكومي لآلية التعاطي مع الضرب العسكرية على أقل تقدير. شوف يا سيدي الكريم أنا لا أريد أن أقارن بين وضع وضعنا ووضع دول في الجوار أنا أقول كالتالي الأزمة السورية هي في مرحلتها الحالية هي تعبر البوابة النهائية للحل السياسي. أنا لا أتصور أن هنالك تهديد حقيقي للأردن بعمل عسكري من جانب النظام السوري م. لعدد من الأسباب. أولاً لا أعتقد أن النظام السوري قادر على فتح جبهة جديدة مع دولة أخرى مجاورة. طيب. هذا من جانب. من جانب آخر أنا أعتقد أنه ليس من مصلحته تدوير الأزمة. ثالثاً لا أعتقد أن النظام السوري يمكن ان يجازف باستخدام اسلحه كيماويه خاصه مع حاله التشنج الدولي التي تقودها الولايات المتحده وفرنسا الان مع الحاله التي رايناها قبل عشرة ايام لكن دكتور لذلك لذلك حديث اسمح لي رغم حديث وزير الاعلام بأن المعلومات الاستخباراتيه ما في قلق علينا ونستمع ونقرا في الصحافه الغربيه ان القلق على كل حلفاء الولايات المتحده في المنطقه واوباما تحدث عن عن تهديد ل الكيان الصهيوني للاردن للبنان لتركيا. انا اعتقد ان الاردن نأى بنفسه بشكل سياسي او رسمي على الاقل في المرحله الماضيه وبطريقه صحيحه ومحل احترام م. عن الزج بنفسه في الازمه السوريه. الموقف الرسمي الاردني الذي عبر عنه أكثر من مرة جلالة الملك أو رئيس الوزراء أو الجهات الأخرى وآخرها كان تصريح من القوات المسلحة أن الأردن ليس معنيا بهذه المعركة، أنا أعتقد هذا تصريح سياسي واضح، طبعا نحن نفهم أن هنالك نوع من التعاطي القريب بين الولايات المتحدة والأردن. وهنالك حلف تشكل حقيقه وهو حلف سعودي اماراتي اردني هو يعمل ضمن اطار المحور الامريكي، لكن ايضا بمقدار ما يتعاطى الاردن ضمن اطار هذا المحور وهو المحور الداعي الى انهاء نظام الرئيس بشار الاسد، م. الا ان ايضا الموقف الرسمي الاردني قد عبر دائما بان الحل يجب ان يكون سياسي وما زال هنالك قنوات مفتوحه مع نظام الرئيس بشار الاسد. لذلك انا اذا اذا يقرأ النظام السوري الرسائل بطريقه صحيحه اعتقد ان الموقف الاردني واضح لا يوجد به غموض لا اعتقد هنالك بعض الاتهامات تقول ان الموقف يمسك العصا من النصف وهو غير واضح وغامض والى اخره انا انا اعتقد انه هو موقف دبلوماسي صحيح وجيد لذلك لذلك ما اريد ان اقوله طبعا لابد ان ان نتحوط ولا وايضا هنالك شرعيه مطلقه للمواطنين بالتخوف انا شخصيا كمواطن ايضا اشعر بالقلق اي شخص فينا يشعر بالقلق لكن لا أعتقد اعتقد ان هنالك تهديد حقيقي من قبل النظام السوري للاردن في هذه المرحله، التهديد قد اتي عليه لاحقا في حاله التداعيات هو على شكل الضربه التي قد تقوم بها القوى الغربيه لسوريا. اذا كانت تلك الضربه ضربه المقصود منها الحسم وستكون ضربه قاسيه، هذا سيفتح باب التسوية الإقليمية السياسية في المنطقة وهنا نتحدث عن أمور أكثر أنا برأيي أهمية للأردن منها طيب. قضية السلام إذا يعني كانت الضربة م. ضربة تجميلية أو اللي بيسموها ضربة حفظ ماء الوجه بالنسبة للولايات المتحدة لأنه اليوم أوباما لا يستطيع أن يعود من المكان الذي هو وضع نفسه به إذا كانت الضربة ضربة تجميلية أنا ما أخشاه ان يفتح ذلك باب الردود الارهابيه وهذا هو الخطر برايي الداهم الذي يهدد الاردن بالاضافه أي. لحاله اللاجئين والحاله الاقتصاديه يا استاذ عصام الحاله الارهابيه اللي واضح. انا بعتقد ايضا أي. احنا على الجانب الاردني وانا لاحقا ساتكلم في هذا المجال يجب علينا ان ناخذ موقف واضح كاردنيين فيما م. يتعلق بالتهديدات التي قد تحيق بهذا الوطن من الخارج طيب كلام جميل جدا وراح اجيك استاذ عصام انا وراح ننتقل لجانب جانب اخر وهو على ارتباط ايضا في في يعني في الشان السوري لكن بطريقه اخرى مقالق الاردن قلق الاردنيين من الحوائل اثار اقتصاديه من هذه الحرب لكن رح راح نجي لجانب رفع اسعار المحروقات الاخير واسمع رايك فيه لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا القوم <applause> متابعينا اهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا تحدثنا عن سوريا وانعكاس اي ضربه عسكريه اقتصاديا وسياسيا على المملكه رح ننتقل في جانب الحوار الان للشان الداخلي والملف الداخلي وهو ملف المحروقات لانه اخر قرار رفع اسعار بس قبل ما بدي يعني نتحدث عن الرفع اللي صار والنسبه من 1.5 ل 2.5% لمختلف المشتقات بس بدي أقرأ لك مجموعه من التعليقات اللي لاقت الاهتمام عبر عبر تويتر والفيسبوك اه علي سبيحات لا يستطيع احد على وجه الكره الارضيه ان يقنعني بان رفع المستمر للاسعار بشكل عام واسعار المحروقات بشكل خاص ياتي على اساس ارتفاع حقيقي في اسعار تلك السلع، لكن هذا الرفع هو جزء من عمليه مبرمجه للوصول بالمواطن الى شفير الهاويه مما يدفع الى قبول باي سيناريو محتمل لمستقبل المنطقه. منال ترى ان سكوت الشعب ورضاه عن هذا الواقع هو السبب وراء قرارات الحكومه برفع الاسعار باكتفائها بذكر مثل القائل يا فرعون من فرعنك ما لقيت من يردني سندس بتقول فعلا هذه الجمله صحيحه المواطن اغلى ما, ما نملك لان المواطن نفط الاردن وموسى بني خالد استنكر القرار وقال الدولة مدانة أمام المواطن لأنها تقوم برفع كل الأسعار ولم تفكر لو للحظة أن تقوم برفع الرواتب بالعربي تحكي للموظفين أسرقوا هذا كله إجى بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية وممكن تذبذب هذا شوف هذا الموضوع كل, فضل. كل ما ورد يعني محق انا لا اقول انه صحيح طيب. لكن الناس لها الحق ان يعني تقيم بالاجراء بس انا بدي يعني اعطي شويه قراءات ومش من باب تبرير اكيد القرار في في توقيته او في تسمح لي قبل اسالك سؤال هل في السوق العالمي ارتفع 6% فلا. ما جايك بالكلام ارجوك تفضل شوف يعني في بعض المفاصل في اوقات الازمات احيانا انت يعني بامكانك انك تتجاهلها او تؤجلها خاصه فيما يتعلق بالقرارات اللي بتمس مثلا حياه المواطن سله الغذاء او المحروقات او لكن الحكومه يبدو انها ارتأت ان تتخذ القرار يبدو لاسباب ولاها مبرراتها منها انه هناك ضغوط على الموازنه في هذا الاتجاه ضغوط على الكهرباء واليوم الكهرباء كلها بتعمل على على المحروقات مش فقط بس بنزين السيارات ولا هذا لكن النفط قبل الازمه كان قبل انباء الضربه السوريه قبل انباء الضربه السوريه كان حول 100 دولار يعني م. بنزل بطلع كذا مع انباء الضربه العسكريه مجرد ما وانت وانت بتفكر رح يطلع جدول لاسعار النفط خلال فتره وصل ل 115 دولار م. يعني التوقعات انه مع توجيه الضربه ان يصل الى 130 ل 150 دولار انا بتذكر آه ما حصل يعني بخصوص العراق اذا بتتذكر قبل عشر سنوات عشنا نفس الحاله لكن اليوم وسائل او مصادر التعويض تعويض النفط ليست متاحه كما كانت في السابق في السابق طيب بمعنى انه الغاز المصري لازال منقطع مش صحيح انه رجع يعني مش صحيح انه الاداره الجديده الحكوميه الجديده في في مصر عالجت هذا الموقف لكن بدي ارجع احكي كمان انه انا يجب ان اعمل حساب ايضا الامدادات اليوم انت بمجرد توجيه ضربه الملاحه البحريه توقف تماما وبالتالي شحن النفط كله سيكون متوقف وليس كذلك فحسب اليوم كمان انا شركات التأبيس سترفع درجه المخاطر وبالتالي كل في النقل راح تكون عالية جدا وتتضاعف بس بس انا استاذ أه يعني عصام مش مش قصد المقاطعه لكن الجدول اللي بنتابعه بيظهر نسبه التغير في الاسعار آه أيوة العالمية قريبة يعني والانعكاس على السوق المحلي بذات الوقت قريبة آه قريبة 114 آه على كل آه اليوم انت آه بحاجه لتتحوط اكثر للاسف الشديد احنا تاخرنا في مشاريع الطاقة تاخرنا في مشروع ميناء الغاز وهذا ايه كان يجب ان يكون في يعني مبكر آه وكان يجب ان يعني نتعجل في هذه المشاريع من اجل التحوط لمثل هذه اللحظة يعني آه اليوم اسعار النفط كما هي عليه مع توجيه الضربه قلت لك يمكن تصل الى 130 الى 150 لكن اذا استمرت الضربه لوقت اطول وبالتالي تعطيل الملاحه ورفع مخاطر التامين يعني انا ايضا الكلفه تضاف الى مخاطر التامين، شركات التامين ترفع نسبه المخاطر على الملاحه رح يزيد السعر في اكثر, أكثر لسه لكن هذا لا يعني انه كان الاجدر على الحكومات المتعاقبه ان تتحوط للازمات ويعيد ويعيدنا مثل هذا الكلام الى الحديث عن مراكز الدراسات التي يجب ان تساهم الحكومه في دعمها لمنحها سيناريوهات لاداره الازمات لإدارة تقدر الأزمات لإدارة تتعاطى الأزمات لانه واضح طيح. واضح في السجل التاريخي م. لموقع الاردن في المنطقه انه الازمات يعني تلاحق هذا واضح جدا وبالتالي كان يفترض انه نتعايش مع هذه البيئه المتلاحقه من الازمات طيب دكتور الاجراءات الاقتصاديه الحكوميه الحكوميه الاخيره وكل ما يدور بالإعلام من حديث حول البطاقة الذكية للخبز رفع أسعار الكهرباء العام المقبل على القطاع المنزلي لدينا أيضا رفع أسعار المشتقات النفطية المتواتر خلال الأشهر القليلة الماضية ملف الملفات عديدة اقتصادية أمام الحكومة كلها تتجه نحو رفع الأسعار وهناك حديث عن رفع سلع أساسية عشر سلع أساسية رصدتها مواقع الإلكترونية اليوم تحدثت أنه هذه السلع ارتفعت في الفترة الأخيرة كل ذلك من وجهه نظرك كيف سيكون يكون تاثيره على المواطن خصوصا مع من نعيشه من ازمه في سوريا؟ سلبي جدا مم. واضح يعني يعني القيام بمزيد من الضغط على جيوب المواطنين من شانه بالمحصله ان يزيد من حاله الاحتقان الاجتماعي وحاله الصعوبه الاقتصاديه لدى المواطنين وبالتالي يزيد من الهوة بين المواطنين وبين الحكومة حالة الثقة التي كنا نتحدث عنها أنا أتفهم طبعا أن أزمة الأردن هي أزمة متراكمة ليست مسؤولة عنها هذه الحكومة فقط وإنما حكومات على مدار السنوات الماضية كان هنالك نوع من الترحيل من الأزمة الاقتصادية الى ان جاءت الظروف السيئه من قبل عامين ونحن الان نواجه مثل هذا الحال يوجد لدينا ازمه حقيقيه في مساله الطاقه مشكلتنا بالمحصلة هي مشكله غاز و... وأس... واسعار النفط ولكن بالمحصلة لا نستطيع ان نستمر بتحميل الدوله او خاصه شركه الكهرباء الوطنيه بمزيد من الخسائر التي اعتقد ان خسائرها تصل الى الى 3 مليار, إلى 3 مليار. <applause> لذلك لكن مع ذلك اريد ان اقول لكن اريد ان اقول آه. ان هذا ليس مدعى الى ان نفكر بان نمد ايدينا الى جيوب المواطنين انا شخصيا اعتقد أنه لا بد من التفكير بطريقة ثانية خاصة في ظل حالة الاضطراب الإقليمي لدى المواطنين من مصر إلى سوريا ومرورا بالأردن، بس بس لا يجوز لا يجوز يعني. أن طيب نضغط مجددا طيب على قبل من طيب يعني في, في أدوات أخرى لا شوف أنا بس أنا سمعت يعني. التعليق شوف أحكي لك يعني يجب أن يعني نفهم أنه الأردن دولة تتأثر ولا تؤثر في حلقة الأسعار العالمية و وايضا الاحداث في المنطقه الاردن هو يعني مش لاعب فيها ولا لا يصنعها وبالتالي يت لكنه يتاثر بها لذلك انا لما الاسعار العالميه بترتفع من بلدان من وظلنا هيك لا يعني. معلش ما هو انه زي ما انا بايده في نقطه مهمه جدا انه كان يجب ان يكون هناك حلول اقتصاديه مبكره لا مش حلول ماليه يعني احنا اليوم احنا لا نقدم حلول أسمعني. احنا اليوم نحكي موضوع. لازمنا في الحلول الماليه والحلول الماليه ايضا هي لا تؤدي الى حلول بالعكس تخلق ازمات وفوق ازمات، كان اجدر بالحكومات المتعاقبه للاسف على مدار 10 سنوات الماضيه ان تفكر في حلول اقتصاديه حقيقيه يعني تقودنا فعلا الاعتماد على الذات بشكل او باخر. ارجوك انا راح اجيك نعم. لانه في تحديدا موضوع يعني اللاجئين وعدد سكان الاردن نعم. الاردنيين نعم. وغير نعم. الاردنيين المقيمين نعم. على الاردن لكن انا بدي اسالك سؤال واضح دكتور، هناك من يقرا وفي قصه اخباريه في الغد اللي كانت اليوم تحدثت انه او اشارت الى انه والله الموضوع ينحصر في أن الحكومة استغلت الموقف انشغال الأردنيين بكل ما يحدث والرفع شغال هل تقرأ ذلك؟ لا أقرأ ذلك لأن ذلك لانه ذلك إلى حالة من التفجير لدى المواطنين أكثر وهل الحكومة الآن تريد مشاكل داخلية؟ لا أقرأ ذلك، أنا م. أعتقد أنه هو استحقاق أتى في وقته فقط فقط أتى في وقته، أنا م. لا أعتقد يعني لا لا لست دفاعاً عن هذه الحكومة لكن لا أعتقد أن هذه الحكومة في هذا الظرف مارست الحالة الانتهازية واضح جدا وأنها تريد أن يعني طيب. تختبئ وراء المشهد الإقليمي وبالتالي تمرر رفع الأسعار، لكن أعتقد أنه أيضاً كان حري بها أن تفكر بطريقة أخرى بطرق أخرى وببدائل أخرى، طيب أستاذ عصام الخبز، الكهرباء، المحروقات، كل هذه الملفات قلنا عشان من نوجه الدعم و لدينا في الارض نعم. الاردنيه الكثير من غير الاردنيين المستفيدين نعم. مما يدفع الاردني من ضرائب ومن استحقاق نعم. مالي نعم. اليوم نحكي عن ازمه سوريه عن ضرب سوريا عن زياده عدد اللاجئين اللي ممكن يتوفدوا على البلد كل هذا الحكي راح يحملنا الكثير قراءتك ارجوك شوف اولا يعني شكل الدعم الدعم ككل هو تشوه حيح. يعني آليته بالشكل الراهن هو تشوه انا انا يجب ان أتوقف عن دعم السلعة اليوم انا بدعم السلعة ما بدعم المواطن، يجب ان نفتش عن اليه وهي العقده وكان في اراء عديده و, و... يعني اقتراحات متعدده حول شكل الدعم تحويله من السلعه الى المواطن آه يبدو انه التوافق صار على موضوع بالخبز على موضوع التقلق. لكن بشكل او باخر كان يفترض انه يكون في اليه بديله آه آه تنال الرضا وتوافق اجتماعي واقتصادي في الأردن وبالتالي تصبح سارية ونمضي قدما فيها لكن لا يجوز ولا يجوز أن تبقى آلية الدعم كما هي عليه اليوم اليوم أنا مش الأردني الوحيد اللي عايش على الأرض الأردنية أنا حكيت لك هذا الحكي اليوم أنت بتوقف على مخبز اللي ببيعك بصري اللي أمامك مشتري مع احترامي لكل الأخوة والضيوف والهذا لكن حقيقه واقع ما في حقيقه آه. اللي مشتري اللي مشتري قبلك عراقي اللي وراك سوري وباكستاني وافريقي يعني في جنسيات متعدده في الاردن وعدد سكان الاردن مش 6 ملايين اليوم انا انا الله. بعتقد انه وصل 10 آه. مع هذا اسوء السيناريوهات شو بتحكي اليوم؟ بتحكي انه بمجرد ما توجه ضربه الى سوريا توقعات تشير الى 20 الف لاجئ تدفق 20 الف لاجئ سوري يوميا على مدار الساعه عبر الحدود الاردنيه الاردن لا يستطيع ان يستقبل في اليوم اكثر من 5000 لجنه ما في مجالات، ما في مكان، ما في مجال لاستقبالهم. فبالتالي انا امام سيناريو مرعب. آآ آآ هذا كله لا يسبب فقط على ضغط البنيه التحتيه والمياه واضف الى ذلك، يعني كله موجود وكله ماثل امامي، لكن انا بحكي عن ايضا آآ 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 امد الازمه، يعني قديش انا بقدر اتحمل هذا الوضع. يعني يعني هل هناك سيناريو بيعطيني انه اذا ظلوا اللاجئين متى يعني يجب ان اسال متى هل يعود اللاجئين مبكر مبكرا الى سوريا هل نحن محتفظين لكل ذلك من سنوات أنا لا, أنا, لا لا. انا لا اعتقد انا انا لا اعتقد انه احنا مش لانه الحكومه مستعده لانه ليس الحكومه غير مستعده لانه ليس لديها الامكانات أوكي. وانا بعتقد انه الحاجه اليوم ملحه لان نعلن ليس خطه طوارئ عسكريه ولا خطه طوارئ سياسيه خطه طوارئ اقتصادية. اقتصاديه واضح جدا آه وإعلان الاردن كله منطقه منكوبه اقتصاديه يعني مش بس مناطق الشمال واضح تماما منكوبه اقتصاديه تقلق ولا, ولا تقلق من غروب الاستثمارات وما لا انا ما بقلق بالعكس, بالعكس. يعني بالعكس انا ما بقلق اذا اعلنت طبعا. اه اذا اعلنت انا الاردن انه انا عندي مشكله اقتصاديه واعلنت حل طوارئ اقتصاديه وبالتالي آه يستحق آه استحق الدعم واضح وفحش... جدا في لانه ما عندي امكانيات طيب. اواجه كل هذه 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 الاعباء اشكرك استاذ دكتور احمد باقل يعني ممكن معي دقيقه او اقل بدي قراءه اخيره سياسيه لتداعيات ما قد يحدث في سوريا ارجوك واعذرني ضيق الوقت, الوقت يعني يا سيدي التداعيات فيما اذا تعرض سوريا الى ضربه كما قلت اذا كانت الضربه عباره عن ضربه حفظ ماء الوجه سيكون هنالك ردود فعل ارهابيه، انا ما يقلقني على المشهد الاردني هي حاله التنظيمات الارهابيه التي اصبحت تتفاقم بطريقه عابره للحدود وعابره للبلدان، الخطر انا اعتقد بالنسبه لنا في الاردن ياتي من ردود الفعل الارهابيه لضربه موجهه الى سوريا، هذا من ناحيه، الناحيه الثانيه اذا كانت الضربه ضربه الهدف منها سياسي فهذا سيدخلنا في أتون الحل السياسي وعملية السلام وبالتالي أيضا علينا أن نكون جاهزين لهذه العملية لذلك النقطة الأخيرة التي أقولها من أجل أن نكون جاهزين يجب علينا اليوم رص الصفوف في الأردن يجب جميعا <applause> في الحكومة أو النظام أو المعارضة أو التيار الإسلامي أو كافة جميل. القوى المدنية <applause> أن ننأى بخلافاتنا جانبا جميل. ونضع الأردن أولا <applause> ونفكر جميعنا طيب. من أجل مصلحة الأردن سياسيا وأمنيا وبالمحصلة اقتصاديا أشكرك كل الشكر دكتور أحمد المساعدة عصام أشكركم شرفتموني في حلقة إلى مشاهدينا إلى هنا وصلنا نهاية حلقة اليوم من نبض البلد اللقاء يتجدد بكم غدا في نفس الموعد مني أجمل تحية تصبحون على الف خير